في ناس تقبل ان هي تسامح، وناس تقبل ان هي تتغافل، وناس تقبل ان هي تغفر اللي قدامها، وناس من كتر الاذى اللي اصابها او اصاب بيتها صعب جدا ان هم يسامحوا. تمام، انا اجي الوم عليهم؟ ما اقدرش الوم عليهم. الدليل كل حاجه بالدليل، من عفا واصلح فاجره على الله. دي نفسيه جميله قوي، عفو طلعت نفس، طلعت مرتبه عاليه جدا مش كل الناس يعملوها. تمام كده. طيب النقطه الثانيه، نقطه ان ما اقدرش اسامح وكان الاذى كبير، وانا عن نفسي مش 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 ما عنديش المقدره للتسامح. طب الله عز وجل يحاسبني؟ لا، حقوق عباد فين تؤخذ؟ واحفظوا معايا، وانتوا بقيتوا ما شاء الله شطار، فين تؤخذ؟ هناك عند القنطره يوم القيامه، بعد تطير الصحف وبعد الميزان وبعد الصراط، اصعب ثلاث مواقف يوم القيامه. ياخد فين؟ هناك عند القنطره، يوقفك وتقول لك اليوم الفلاني اللي قلت عليه فيه، اليوم اللي كذا، اليوم اللي اذيتني فيه، هاتي لي 1000 حسنه. اقول لك والله ما معايا حسنتين ثلاثه، ده انا معديه بالعافيه. قياس جميل ممتاز، خدي مني 1000 سيئه. ولن يرضى الله حتى يرضى العبد. تمام، ده جزء واحنا اتكلمنا فيه قبل كده، وقلنا ان في ناس تقدر تسامح، في ناس تقدر، واتكلمنا عن القرابه درجه اولى. طب يعني في ناس ناذيه لينا ودول قرابه، ما نقدرش ان احنا ما نتعاملش معاهم وكده. اما قلنا اقطع الاذى وامنع الاذى من الناس اللي بتاذيك، من الناس اللي بتسبب لك ضرر. لا يا جماعه لو سمحتوا، الامر ده بيضايقني، يا جماعه لو سمحتوا النقطه ديت انا ما اقدرش، معلش انا لا احب ان انا اتعامل لا بالشكل ده ولا بالالفاظ دي وكده. ونحط اطر وعلاقات بحيث ان الناس تعرف دي حدودي، ما في القصه الفنيه لا، يعني سعاد دي وضعها كذا كذا، ما نقدرش ان احنا نعمله. وخلوا بالكم من القصه دي، لان القصه دي مهمه جدا.